عاملين ايه؟ مين انا بحب الشوكولاته؟ طب اللي يحب الشوكولاته سقف لها. مين اكل شوكولاته النهارده؟ انا لسه ما اكلتش. انت؟ انت من كل شويه تقول لي لسه ما اكلتش وبكتشف انت واكلك سته لوحدك. والله انا كل كام واحده؟ خمسه. خمسه شوف شوف. والله ما اكلش. لا اكل. اكل ولا ما اكلش؟ اكل. طب احنا بصوا معانا زيتون ونشوف موضوع اكلت ولا ما اكلتش ده يعني. مين بيحب هنا الاستاذ زيتون؟ انا. قوي؟ اه. طب هو لونه ايه؟ برتقالي. اه صح. وشعره من فوق لونه ايه؟ برتقالي. الوان صح. الوان زي ايه مثلا؟ احمر واخضر وازرق واصفر اورنج. ماشي. طب ما تيجوا نديله سقفه كده حلوه عشان يظهر بالوانه. اصحابي ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ ايه ده؟ هم اصحابي ما جوش ولا ايه يا يونس؟ كل الشوكولاته كتير وناموا. ايه ده؟ هي الشوكولاته لها تاثير السحر كده؟ اه لا بصراحه فظيع. زيتون ده انا سعيد جدا بيها. بص اللوح بتاعي زيتون. بمناسبه اللوح. ايوه خليها يا حبيبي. ابقى افتحها قبل ما تاكلها. نعم؟ ابقى افتحها قبل ما تاكلها. ايوه يعني... اه صحيح. ما هو من كتر جمالها ما قدرتش استحمل لما افتحها الاول يا يونس. طب سلم على اصحابنا يا زيزو. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ قولوا لي كده يا اصحابي، 2 × 4 بكام؟ لا قولوا بصوت عالي اهو. برافو. طيب 8 × 3. اه صعبه دي صعبه. 26. اه اداك اجابه زود لها 5 في الطريق. 26. معلش كريم قوي. ايوه بالظبط. بص بقى يا يونس، بصيت اهو، كنت عايز اكلمك في موضوع كده وحكايه. انا وصحابي مش انا لوحدي. اه طبعا انا وصحابي اللي موجودين اهم. اتفقنا يا برنس. انا لما كنت يعني لما بروح مع ماما السوبر ماركت يا سيدي، بلاحظ ان هي كل ما بتيجي عشان تشتري حاجه وتحطها في الترولي بتقوم قلبها كده وبص عليها وتقرا حاجه وبعدين تحطها في الترولي. فبقول لها يا ماما انت بتقري ايه؟ قالت لي انا لازم اتاكد الاول ان الحاجه اللي بشتريها يكون مكتوب عليها صنع في مصر او ميد ان ايجيبت. يعني ايه يا اصحابي ميد ان ايجيبت؟ ايه؟ برافو عليكم يا اصحابي، ما شاء الله ما شاء الله، ما هو شاطرين في الانجليزي اهو يا يونس. نفس شطارتك بالظبط. زي بالظبط. المهم بقى قلت لها طب ليه يا ماما دايما تسري انك تجيبي الحاجه صنعه في مصر؟ بتقول لي لان الحاجه اللي بتبقى مصنوعه في مصر بيبقى الناس اللي شغالين فيها كلهم مصريين وبحاجات جميله وكلها طازه وكلها فريش كده. صح. لحد ما جيت معاك النهارده هنا يا يونس واتفرجت على المصنع الشوكولاته اللذيذه، لقيت الناس كلها يعني نظافه وشياكه وحاجات جميله قوي، منتجات جميله قوي يا يونس، لدرجه ان انا كان نفسي اخد غطس في الاذان الكبير ده اللي مليان شوكولاته سايحه. الاذان؟ الاذان جبتها من دي؟ امال اسمه ايه؟ انت دخلت الجرم ده. نعم؟ ماشي يا زيتون. هذا الصهريج. تمام هذا الصهريج المليء بالشوكولاته. جميل، انت كل حاجه بتقولها حلوه يا زيتون. فكرت ان انا اخد غطس جواه بس خفت بقى، انت عارف بشرتي حساسه ممكن الشوكولاته تاذيها، مش كده يا اصحابي؟ مش انا بشرتي حساسه ولا مش باين عليا؟ طب استنى يا زيتون، انا عايز اسال صحابي حاجه. انتوا دلوقتي كلكم لما تيجوا تشتروا حاجه بندور انها تكون مصريه؟ نشتريش اي حاجه تانية مش مصريه؟ طب اللي بيشتري حاجات مصريه يرفع ايده كده يوريني كام حد. برافو برافو. واي حاجه مش مصريه بتعملوا فيها ايه؟ مشتروهاش. برافو برافو. كلنا بنحب الحاجات اللي صناعه ايه؟ مصريه. لا عايز اسمع مصر دي بصوت عالي. صناعه ايه؟ مصر. اعلى. مصر. ايوه اتفضل يا عم زيتون كمل. بس يا سيدي فانا بقيت اعمل زي ماما برضو، لما اروح اشتري حاجه من السوبر ماركت او حتى من كشك اقوم مطلع كده وباصص عليها كويس كده. انت عارف طبعا ان انا قراءتي في الانجليزي شاطر جدا. انا اقول ايه؟ ميد ان ايجيبت، اقوم واخدها على طول.
صح 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 صح، عشان اشجع بقى حاجة بلدي الجميلة مصر اللي انا بحبها وعايش فيها وسعيد اني قاعد فيها. يبقى احنا اي حاجة يا زيتون هنشتريها لازم نتأكد انها مصرية. أيوة. لازم نتأكد انها معمولة في بلدنا. صح. علشان حاجة بلدنا جميلة وعلشان لازم احنا نشجعها. سواء بقى حاجات من السوبر ماركت زي ما انت قلت، سواء مطاعم، سواء عصاير، كل حاجة، كل حاجة يا زيزو لازم نشتريها مصرية. عشان كده انا بشجع ماما كمان انها عملت ده. حتى بتاع الخضار بقى طبعا حاجته بتبقى كلها مصرية برضو. بقعد مع ماما اقول لها اديني الاكل ده، وفي حاجات كتيرة جديدة بطلب منها ان انا اكلها. يعني اقول لها يا ماما ما كلناش قبل كده الخضار ده، اعمله لي، ما كلناش قبل كده يا ماما، بحب اجرب كل شيء. وانتوا كده برضو اصحابي؟ ايوه. انتوا برضو بتحبوا تجربوا الحاجات؟ طب بتحبوا القلقاس؟ وبتحبوا بتحبوا الكوسه؟ ايه ده؟ بس انا مش بحب الكوسه يا يونس. جربتها ولا ما بتحبهاش كده وخلاص؟ بصراحه انا ما جربتهاش. طب جربها، نجرب الاول. خلينا نتفق على حاجه، كل الاكل اللي ماما بتعمله مفيد جدا ومغذي. نجرب الاول وبعد كده يا سيدي لما نقول مش عاجبنا او عاجبنا، بس لازم نبقى عارفين انه حلو. فاكر حكايه شوربه العدس بتاعتنا الشهيره؟ احكيها لصحابي. ايوه يا اصحابي، كانت ماما عامله شوربه عدس وانا قلت لها لا يا ماما ما مش بحبها مش بحبها، فهي قالت لي يا زيتون يا حبيبي انت جربت قبل كده تدوقها؟ قلت لها الصراحه لا. قالت لي طب جرب كده. فلما خدت منها شفطه كده هوت، اكتشفت انها لذيذه جدا. اكتشفت انها ايه؟ لذيذه جدا. مين هنا بيحب شوربه العدس؟ ده كله يا عم بيحب شوربه العدس، دي مزاج. وفي الشتاء وفي الجو البرد ده بتدفي يا زيتون ولذيذه. انا مبسوط من اصحابي يا يونس علشان هم بيجربوا اكلات جديده وبيحبوا الخضار اللي ماما بتعمله. هتغني لنا ايه يا زيزو بقى قبل ما نقول لاصحابنا باي باي؟ هغني لكم اغنيه عشان خاطر مصر اللي انا بحبها. ماشي، يلا واحنا هنسقف وانت بتغني. يلا يا معلم. ما شربتش من لها، جربت تغني لها، جربت في مره تمشي في شوارعها وتحكي لها. شكرا يا زيتون. اشكركم يا اصحابي، وارجو بقى المره الجايه تبقوا معلين صوتكم كده. قولوا له بنحبك يا زيتون بصوت عالي. واحد اتنين. طب يلا هقول واحد اتنين تلاتة. قولوها واحد اتنين تلاتة. وانا كمان بحبكم بس عايز اسمع اكتر. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. وانا كمان بحبكم قوي يا اصحابي. اصحابي يا حبايبي. بص يا زيتون، واخد لي بالك ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ انت ما في هدايا بتتوزع. برافو، هدايا جميلة. حاسس بيك اصحابي يستحلوها. حاسس بيك انا يا زيتون. اوعوا تنسوا الشنطة بتاعتي. واللي انت كنت طالع بتاكله من دير شوية ده ايه؟ لا دي شوكولاتة كده بس بصبر نفسي بيها. صبر لحد ما اخد الشنطة المليئة بالشوكولاتة. كل واحد اخد الشوكولاتة بتاعته؟ نديله سقفة بقى عشان هو ما خدش حاجة، نديله أي سقفة خالص. الشوكولاتة بتاعتك فين اللي كانت معاك؟ وريها لنا. أيوة طب خلاص أمان، خلاص يلا باي باي يا زيتون. مع السلامة.